هل يجوز للمدخن أن يدخل المسجد؟ نعم يجوز، يجوز للمدخن أن يدخل المسجد، والتدخين لا ينقض الوضوء مع حرمة التدخين. على الراجح من أقوال أهل العلم فالخمر حرام، لكن هل لو شرب إنسان خمرا ينتقض وضوءه؟ لا، إلا في حالة واحدة، أن تذهب الخمر عقله. فالتدخين مع القول بحرمته على الراجح من أقوال المحققين من العلماء المعاصرين لما أثبته الطب الحديث الآن من سرطانات مختلفة يسببها التدخين، فأفتوا بالحرمة. لو حضرتك النهاردة نظرت عن طريق الأجهزة العلمية الحديثة إلى القصبة الهوائية أو إلى المريء أو إلى أي جزء في الجهاز التنفسي بعد شرب سيجارة واحدة يكاد قلبك أن ينخلع. التدخين يسبب سرطان المريء، سرطان الحنجرة، سرطان المعدة، سرطان الأمعاء. هذا كلام علمي مؤثر، بل أنا أعجب من هذا الضحك علينا. علبة سجاير مكتوب عليها إيه؟ كان يقولوا ضرب الصحة، الآن بيقول يؤدي إلى الموت. الله، استهزاء بالعقول ولا بالبشر ولا بإيه؟ يؤدي إلى الموت. هلاك حقيقي. أنا عاوز أقول أين العالم نازلة من النوازل المعاصرة زي التدخين نازلة؟ هذه لا تحتاج إلى عالم شريعة فقط ليفتي فيها فتوى قاطعة، لا تحتاج إلى طبيب متخصص، بل إلى أطباء متخصصين في تخصصات مختلفة، وتطرح النازلة أو القضية المعاصرة على مجمع علمي، مجمع فقهي، ليدلو كل عالم من علمائنا بدلوه، وليتكلم كل أستاذ في تخصصه، طبيب القلب في تخصصي، وطبيب الأمعاء في تخصصي، وطبيب الجهاز العظمي في تخصصي، إلى غير ذلك، ويثبت العلماء ما توصلوا إليه من خلال علمهم لأضرار حقيقية يسببها التدخين على المدخن، ثم تطرح هذه المناطات على علماء الشريعة ليسقط علماء الشريعة بعد فهم هذه المناطات ليسقط علماء الشريعة عليها الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله. هذه وظائف المجامع الفقهية، فأفتت المجامع الفقهية الآن بعد انتشار سرطانات كثيرة بسبب التدخين بحرمة التدخين. لذلك أنا أقول لإخواننا من علمائنا الأجلاء الأفاضل أن يراجعوا أقوالهم إن كانوا لا زالوا يقولون بالكراهة. أما من يقول بقى بأنه يعني 3-4 سجاير ما فيش مشكلة، ولو دخلت لك 3-4 سجاير في نهار رمضان برضو ما فيش مشكلة وما يفطرش الصائم، فهذا كلام لا يمت إلى العلم بالصلة ولا إلى الدليل بالصلة، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أيها المدخن أنك ارتكبت معصيتين، الأولى التدخين، والثانية إيذاؤك لإخوانك المصلين، إيذاء بالغ. يدخل المدخن المسجد مش ممكن أبدا. لا، ده أنا هقول لك أخطر من كده. هل تعلم أن المدخن يؤذي الملائكة؟ ملائكة؟ الملائكة بتتأذى. إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. يا الله، فالمدخن ده بيؤذي الملائكة، لأن في أخ لك مش قادر، مش طايق الريحة يا أخي، مش طايق. وبعدين أنت تضر نفسك وتضر غيرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وربنا جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنا مش عاوز أذكر أدلة، ده الأدلة كثيرة جدا. ويحرم عليهم الخبائث. هل في عالم على وجه الأرض يقول التدخين من الطيبات ليس من الخبائث؟ أنت بتؤذي نفسك وتؤذي إخوانك المصلين وتؤذي ملائكة رب العالمين. انقلب رائحة المسجد، فالمدخن يؤذي. فأنا أرجو من إخواننا المدخنين، وأنا ورب الكعبة أكلمهم بإشفاق وإشفاق وإشفاق، أعلم أن منهم من الأفاضل، من الأفاضل أعلم. يا شيخ أنت متناقض. لا، ما فيش تناقض، هذا ابتلاء، لكن لا ينبغي بهذا الابتلاء أن أجرد به كثيرا من الفضائل من كثيرين من إخواننا. لا والله، والله أعلم كثيرا منهم من أهل الفضل، لكنه ابتلاء. ومنهم من يقول عادة سيئة يا شيخ وأنا مش مقتنع بيها بس مش قادر. فأنا بقول لك أخي الحبيب، أخي الحبيب بتك عليها، أخي الحبيب، يا من تحافظ على التوحيد، يا من تحافظ على الصلاة. أنا رأيت أبي، عشان كده الموضوع بيهزني. أبويا أنا يعني أشهد له، أسأل الله أن يرحمه، بالفضل، بالتوحيد، بالأدب، بالخلق، بالخوف من الله، خوفا كان يحرجني أنا ويشعرني أنا ورب الكعبة بالضآلة والحقارة. والله العظيم رأيت العجب، أقسم بالله رأيت منه العجب العجاب، لكن كان مبتلا بالتدخين. لا أستحي أن أقول هذا. ليتعلم أولادنا وإخواننا الأدب والرحمة حتى في معالجة هذه القضية مع آبائهم وإخوانهم وأحبابهم من المدخنين. والله يا شباب، والله يا أولادي، أنا كنت بستحي أدخل على أبي إذا عرفت أنه بيدخن سيجارة.
وأدي كلاكس معين كده بالسيارة، هو عارفه طريقة معينة عشان أعرفه إن أنا جيت، لأن أنا عارف، وهو معتقد إن أنا ما أعرفش إنه بيدخن. فيقول للوالدة صلى الله يبارك في عمرها، يقول لها هو الشيخ عارف إن أنا بدخن؟ بيقول علي أنا الشيخ، أنا ابنه يعني، يعني قول لي تعالى يا ولد. ومع ذلك بقول للحاجة هو الشيخ عارف إن أنا بدخن؟ تقول له لا 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 ما يعرفش. فأدي كلاكس معين كده، يكون بيدخن سيجارة، جنبه علبة كده فيها ماء، يقوم وضع السيجارة فيها ويحطها خلف المخدة اللي بينام عليها حتى لا أراها أنا، وجنب منه المعطر، يرش الغرفة كلها بالعطر ويضع الطيب على اللحية. لحية ما شاء الله منيرة بيضاء جميلة، يضع الطيب على اللحية ويدخل أسلم، أنا أقبل يده أقبل رأسه وأجلس. طب أعمل إيه؟ أنا مش قادر أقول له يابا ما تدخنش، واجب علي إن أنا أذكره بالله وأمره بس بأدب. هو أبويا برضه، ما أنا مش عاوز أتفزلك وأتجاوز حدود الأدب بدعوى إن أنا بقيت عالم. ما لا ما ينفعش. ده شوف إبراهيم بيقول لأبيه هو على الكفر الأصلي، بقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هو ده الأدب، مع إن أبوه مشرك أصلي كافر أصلي. مش يبقى والدك راجل مسلم تقي نقي فيه كل الفضائل بس مبتلى بهذا، تقوم تعامله بقى على أنه والعياذ بالله أشرك؟ لا يا أخي. أو تعامله بسوء أدب؟ لا يا أخي إطلاقا، هذا لا يليق أبدا ولا يجوز أبدا. وأنا بنصح شبابنا وأولادنا أن يغيروا مفهوم الالتزام، مفهوم التزام بالسنة، لتحب البيوت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكنت سبحان الله أعمل إيه؟ يا رب دلني يا رب على ما يرضيك. وأخيرا هداني الله، أنا عاوز أذكر أبويا بس مستحي منه. فلقيت رجل من اهل القريه عندنا انا اعرفه مدخن، قلت له معلش بقى انا عاوزك ايه تدخل عليا الان، انا هقعد مع الوالد والولد مريض نايم في الفراش، تدخل عليا الان والسجاره في ايده، ومعلش اسمح لي ان انا يعني ابين لك حكم التدخين بس بشده شويه، وهكلمك انت، انا عاوز اسمع الوالد بس باسلوب غير مباشر. وبالفعل دخل علي، بدات انصح هذا الاخ بشده بحب، وأنا قلبي بيحترق على الوالد عشان الوالد يسمع، ففطن بفضل الله وفهم ومن الله تبارك وتعالى عليه وأكرمه، والله أكرمه وأقلع عنه، مع أنه أقسم لي بالله أنه يدخن من سن 6 سنوات. طفل سن 6 سنين في القرية، أبوه متصور أن الولد ما يبقى سنه 6 سنين ويدخن يبقى راجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا بكلم إخوان المدخنين، بكلمهم بشفقة وبكلمهم بحب والله، وربما فيهم الأخيار والقوام والصوام، والله العظيم فيهم، بس أنا بقول له اترك التدخين على أنه معصية لرب العالمين. عاوزك تنوي النية دي، ما تتركوش من أجل المال، مش هقولك من أجل المال، ويجب أن تترك من أجل المال، ما بقولكش اترك من أجل الصحة، ويجب أن تترك من أجل الصحة، لكن أنا عاوز قبل ده تنظر إلى التدخين على أنه معصية لله، تعصي الله عز وجل. فقل له يا رب أعني، اطلب العون منه، اطلب العون منه أن يعينك على ترك التدخين وأن يطهرك من هذا البلاء طاعة منك لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نعم، أنا حين أقرأ الرقم الذي ينفق في مصر فقط فضلا عن الأمة على التدخين، والله العظيم يكاد القلب ينخلع. الرقم المال المبلغ اللي بينفق على التدخين في الأمة، والله العظيم وأنا بحلف والله العظيم لو أنفق على فقراء المسلمين لأغناهم، والله لما وجدنا بين أظهر المسلمين فقيرا واحدا. لو وقفت على الرقم كم مليار بتنفق سنويا على التدخين، والله لما وجدت فقيرا ولما وجدت شابا من أولادنا وشبابنا لم يتزوج وقد جاوز 30 من عمره وفقد زهرة شبابه، لأنه ما يملكش يتزوج، وإن الله وإن إليه راجعون. هذه نصيحة من القلب، معلش سامحوني أنا طولت شوية، لأن ده أنا بتكلم عن مرض عام وقضية عامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء وهذا البلاء عن كل مبتلى، وأسأل الله سبحانه وتعالى لآبائنا وإخواننا وأبنائنا ممن ابتلوا بهذه البلوى، أسأل الله أن يرفع عنه هذه البلوى وهذا الابتلاء، وأن يطهرنا وإياهم وأن يوفقنا وإياهم لما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.